ويمضي عام 2011، العام الذي تأججت فيه تناقضات وأطلقت تحديات وارتسمت وعود. عام يمضي وفي جعبته الكثير من الأحداث والتغييرات، بخاصة على مستوى العالم العربي. أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها استطاعت أن تزلزل كراسي الحكام وتحول البعض إلى هارب أو معتقل أو مقتول. فلسطينياً، وإن خفت النجم القضية الفلسطينية على مرأى الإعلام لصالح تغطية أخبار الثورات والتغيير في دول عربية عدة، غير أنها كانت الأكثر تأثراً بذاك التغيير. نشوف أن الفلسطينيين أنجزوا مجموعة من الانتصارات الجزئية هنا وهناك والفردية على مستويات مختلفة، على سبيل المثال في الرياضة، في العلوم، في الفوز في جوائز فنية وثقافية، وبالتالي في حراك اجتماعي كبير جداً، هناك الكثير من المشاريع الناجحة. 23 أيلول شهد تقديم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ليقابل بمعارضة حادة من الولايات المتحدة، ثم ليبدأ تحرك فلسطيني دولي تكلل بعضوية كاملة في اليونسكو، هذا في وقت تجمدت فيه المفاوضات تماما. كان في تغيير مهم في الاتجاه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، الذهاب للأمم المتحدة هو كان علامة فارقة في المجال السياسي الفلسطيني. في مقابل هذا الذهاب للأمم المتحدة لم يكن هناك حراك مجتمعي وسياسي وحزبي كافي. أواخر 2011 رسمت الحرية لأكثر من 20% من الأسرى في صفقة تبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، وسنتذكر هذا العام بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية التي ما زال التفاؤل بشأنها ينتظر التطبيق. وتلك الأيام نداولها بين الناس، خصوصا مع فشل الأنظمة اللي كانت مثابة الكابوس على صدور شعوبها، فشل في كل الأصعدة سواء كانت سياسية اقتصادية اجتماعية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خيرية الأمة من ناحية. في وقت كان فيه العام 2011 موعداً ضربته الشعوب العربية لإحداث التغيير، فإن الكثير يتأملون أن يكون العام القادم عام استكمال تلك التغييرات. فلسطينياً، فإن الدولة والعضوية في الأمم المتحدة هي أكثر ما ينشده الفلسطينيون إلى جانب مطالب المصالحة والوحدة والإفراج عن الأسرى. من رام الله أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس. القدس.com